مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اغنيه عجباني قوي يا جماعه، وانا ما اتكلمتش عنها بقالي كتير، وده تقصير مني ده حقيقي، وهو سعد لمجرد نور الصبح. اغنيه ملهاش حل، يعني اغنيه بموت فيها، من اكتر الاغاني اللي بسمعها مؤخرا. اغنيه الحان الراحل الله يرحمه محمد النادي، لحن فوق الخيال. انت بتحس في الاول ما اعرفش دي راي ولا مقسوم ولا مهرجان. طبعا الموزع جلال حمداوي عملها بشكل رهيب. الالات والصوت بتوع توزيع او بتوع طعم موزع زي جلال حمداوي، انا بحب قوي نوعيه شغله، الشغل اللي فيه اجريسيف بيت. الاغنيه لحنها رهيب، لحنها عجبني جدا يا جماعه، وكلامها حلو قوي برضو، ولكن انا اللحن استوقفني لانه لحن مركب. يعني بحس انه اللحن المذهب غير السينيو، مش مع بعض، تحس ان هو معمول في شغل تقيل. طبعا الله يرحمه تاني محمد النادي، واحد من الملحنين اللي فعلا ما خدوش حقهم يا جماعه، ملحن كبير كبير كبير. زي ما قلت لكم جلال حمداوي، كان نفسي مثلا اغنيه لعمرو دياب قولي اسمي، كان نفسي يكون فيها شغل اكتر من كده، ولكن خدوا بالكم من حاجه، دي بتبقى رؤيه عمرو دياب. كان نفسي عمرو يسيب له شويه، يديله سبيس شويه، انه يطلع جلال حمداوي مع عمرو دياب هيعمل ايه. فدي كان نفسي فيها، ولكن ما طلعتش بالشكل اللي انا متوقعه. نور الصبح واحده من احلى الاغاني اللي نزلت الصيف ده بصراحه. سعد المجرد انا بشوفه سوبر سوبر ستار، راجل انا بحبه جدا، اعماله مش كتير ولكن مؤثره قوي، وده ذكاء فنان. بس ده اللي عندي النهارده، قولوا لي رايكم في الاغنيه ايه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.